500 حقيقة ملهمة من جوه مزرعة لامار. أكل البقرة بيتزرع هنا، وبعد ما بتاكله هي شخصياً بتتحلب هنا، وفي دقايق اللبن بيخرج في التانك ده من هنا ويوصل المصنع اللي هو برضو هنا، من غير ما يبقى عدى على المحور ولا المنيب ولا الصحراوي ولا عباس العقاد. لبن طبيعي بيخرج من مزرعتنا في العلبة دي. لامار، لبن طبيعي وبس.